أدارت الممثلة التركية فريدة بطلة المسلسل التركي الشهير سامحيني عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام يومه الأربعاء صورا كشفت من خلالها أنها حلت ضيفة لدى أميرة مغربية بالعاصمة الرباط. وعبرت الممثلة التركية المعروفة بالمغرب بفريدة بتدوينة وضعتها إلى جانب الصورة عن سعادتها الكبيرة باللقاء مع الأميرة المغربية، موجهة شكرها لهذه الأخيرة على حسن الضيافة. وبالإضافة إلى الصور التي نشرتها فريدة، فقد تنقلت العديد من الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مجموعة من الصور التي قيل إنها تجمع بين الممثلة التركية المذكورة والأميرة المغربية.